ولأن مهنة البرمجة مهنة زي كل مهنة حواليها مجموعة من الحاجات اللي احنا معتقدين انها حقيقية، كذبات احنا بنتخيل انها حصلة، زي مثلا انك تقول للمبرمج انت مبرمج يعني لازم تكون لابس نظارة. هي الصورة الذهنية عند الشخص اللي بيهتم بالكمبيوتر او بيشتغل كمبيوتر انه لابس نظارة تخينة كده، يعني لازم تكون نظارة من القدام دول، وانه مرتبك وانه مش مرتب هدومه. هي صورة ذهنية اترسمت معرفش منين، من الافلام، بس احنا مزودينها شوية. كذبة مثلا اننا نعتقد ان المبرمج لازم يفهم في تصليح الاجهزة الكهربائية، معرفش ايه علاقة ده وده. يعني المبرمج ده بيعمل حاجة مهمة قوي، حاجة يعني عارفين فيلم ياباني أصلي لما كانوا هما بيعتقدوا بما انهم يابانيين هما بيعرفوا يعملوا الحكاية دي. المبرمج مش مريض بالكمبيوتر ولا حاجة، دايما بيتصدر عن المبرمج فكرة انك مريض بالاجهزة. يمكن في بعض الناس كده، واحد او اتنين، لكن في العادي الناس دي عادي، ناس طبيعية زينا، بيحبوا الكورة وبيخرجوا عادي زينا عادي. برضو من ضمن الاساطير انه ملوش اصحاب يا حرام، وانه عايش طول حياته كده وسط اكواد، وانه اكيد اوضته مليانه اجهزه وشاشات، حاجه كده من وحي افلام الخيال الامريكاني. في اسطوره برضو بتقول ان معاهم فلوس كتير، ودي بقى صوره ذهنيه. انا عارفه انه كتير من المبرمجين في مصر اشتكولي منها، لكن المبرمجين دايما يقول لك احنا غلابه. اسطوره بتقول ان الشغل سهل، يا عم ده قاعد على الكمبيوتر وقاعد في بيتهم غلابه. دي من اصعب الكلمات اللي بيسمعها المبرمج غالبا. يعني شغل البرامج اللي ما فيهوش حركة ده واللي انت بتعمله وانت قاعد مهلك جداً نفسياً وبدنياً كمان. المبرمج أحياناً يقول لك ده عيب استخدام، كلمة هيقولها لما العميل يرجع له بغلطة في السيستم مثلاً، فيرجع يقول له ده عيب مستخدم، أكيد حد عمل حاجة. ما هو طبعاً يعني حد عمل حاجة، يعني معلوماتنا ان احنا بناخد السيستم نستخدمه، لكن الجملة دي بتسمعها كتير. في ناس بقى بتستهين بتعب الآخرين، فيقولوا للمبرمج كده كل اللي بتعمله موجود على النت، وكأنها يعني وصفة طريقة عمل الشوربة. اوعى تقول لحد بيتعب في شغله وعلم بيتعلمه انك تقول له كل اللي بتعمله ده موجود على النت. طبعا الأسطورة الشهيرة احنا اتفقنا، مبرمج يعني بيته كله إلكتروني، هو بيكلم الباب يتفتح وبيكلم الغسالة تشتغل وكل حاجة ماشية كده. حقيقة انهم ناس مش كائنات فضائية، عايشين في بيوت، واختياراتهم ممكن تكون أذكى طبعا، لكن عايشين في بيوت طبيعية زينا. الأسطورة العشرة إنه هيسلم في معاد البلان. تسليم في المعاد اللي بيتمضي عليه في العقد ده مخاطرة غالباً غير محسومة وغير محسوبة في معظم الوقت. في العادي ربنا يسهله ويسهلك، لكن هو لو كل الأمور مشيت كويسة يا رب تستلم في المعاد. لحظات ونرجع نتكلم عن تحديات مهنة المبرمج. زي كل مهنة حواليها مجموعة من الحاجات اللي احنا مش واقعيين او اللي ما كناش عارفينها بدقة، لكن كمان في تحديات احنا ما نعرفش عنها حاجة. من اولها مثلا التعلم. المبرمج المفروض انه ما يشبعش علم. مهندس البرمجيات الشاطر غالبا بيبقى شخص تكوينه مبني انه عنده نهم للتعلم، لانه طبعا المجال كل دقيقة في حاجة جديدة، وكل يوم في تكنولوجي جديدة بتطلع او فريم ورك جديد بحسب المصطلحات اللي بيستخدموها المبرمجين. هو غالبا محتاج يعرف اكتر عن اللي ما يعرفوش. التحدي الثاني كلمتين هو ما يحبش يشوفهم ابدا، باجز او بيلد ايرور. ونظرا لانها حاجه احنا مثلا مش فاهمينها، هو الكلمتين دول بيخلوه ممكن يبتدي الشغل بتاعه تاني فروم سكراتش او من الاول، حتى لو بيبتدي اختراع او حاجه اتعملت مرات كتير قبل كده. مهندس البرمجيات في الاغلب لازم يستعين بتقنيات تانية. التحدي الثالث هو الصراع مع الزمن. دايماً عنده وقت لتسليم البروجكت أو الكود اللي بيشتغل عليه، وفي الغالب الوقت بيكون عامل ضده مش معاه. واحدة من أكبر التحديات كمان إنه لازم يفهم في مرحلة ما إنه مش قادر يعمل كل حاجة لوحده، وإنه محتاج يتواصل مع فريق العمل بشكل مستمر وفي أدق التفاصيل، خصوصاً بقى لو عنده أزمة وقت. على طول بقى الصراع عند المبرمج من بين أنه يعمل الحاجة كلها بنفسه عشان يخلص، ولا يعمل الصح ويتواصل مع زمايله في كل التفاصيل. تحدي ضاغط جداً اسمه الوقت. التحدي الرابع هو القصة الطويلة من آلام الظهر والنظر
في تفاصيل كده جسدية لأنك تكون بتشتغل ساعات طويلة، وهو واحد من الناس اللي ممكن يقعد لمدة يوم كامل أو يومين بلا انقطاع على مشروع واحد ولازم يخلصه. فبالتالي يعني غالبا صديقك القريب منك اللي عنده 30 سنة ولا في أوائل الثلاثينات هتلاقيه أداؤه كده الجسماني معدي الستين بشوية، العضلات بتفك والنفس بيروح وفي حاجات كده بتحصل. زي ما قلنا أن واحدة من الكذبات اللي احنا متخيلينها هي الفلوس، تحديات برضو فيها الفلوس. الفلوس هنا مش تحدي بالنسبة له أنه بس يكسب كويس، لا، الموضوع أكبر بكده بكتير. تحدي في قصة الفلوس اللي أصلاً هو محتاجها عشان يشتري حاجات تخص شغله، لابتوب جديد مثلاً أو كورس جديد أو حاجة مهمة ممكن يحضرها مع شركة كبيرة، أو حتى أنه يشوف أكواد لشركات تانية، تعاون مثلاً عشان البيج ديتا، تفاصيل كده كتيرة تخصهم محتاجة فلوس كتير. تحدي السادس هو الحياة الاجتماعية. حياته الاجتماعية كويسة، مش احنا اتفقنا انه بني ادم طبيعي مش كده؟ كويسة، مش دايما متأثرة بشغله يعني، لكن كمان شغله في الأغلب مواعيده مش زي باقي الناس. يعني لو عنده كود لازم يخلص في 5 أيام، هو مطالب انه في ال5 أيام دول هينسى حاجات كتير قوي عشان يخلص الكود اللي عنده. حياته عبارة عن شنطة فيها اللابتوب على طول ورا ظهره، ودي الصورة الذهنية اللي يمكن هم وافقونا انها صح عن حياته. التحدي السابع الماجستير والدكتوراه. لو واحد من الناس اللي قرر انه يكمل في السلك الاكاديمي في البرمجه، فلازم تعرف انك هتتابع العالم كله، لانه ببساطه ما ينفعش تعمل حاجه قديمه، وحرفيا كل دقيقه فيه جديد. واحده كمان من تحدياته هي السينما والخيال اللي اتعرض عن مهنه البرمجيات في السينما. كل الافلام اللي اتكلمت عن التكنولوجي بشكل خارق للطبيعه خلتنا نفتكر ان كل الناس اللي بتشتغل في البرمجه عندهم قدرات خارقة للطبيعة. ممكن صاحبك يطلب منك أنك تخترق كاميرات المراقبة، أو توقف مصنع شغال، أو توقف كهربة الشارع، ما أنت حاجة في منتهى السوبرمان اللي مطلوب منك من كل دايرة معرفك. التحدي التاسع تحدي إثبات أنك مش صاحب السايبر. تحدي قوي جداً كمبرمج أنك تثبت للناس أنه أنت مش زي الشخص اللي بينزل يدور السايبر، أو إنك مش أنت المسؤول عن الويندوز بتاعهم، ملوش أي علاقة بشغلك ولا تعليمك ولا الأكواد الكتير اللي أنت بتشتغل عليها، أنت أكبر من كده بكتير، تشرح لمين بقى؟ التحدي العاشر، تحدي غريب شوية بس هو مطلوب منه إنه يتخلى عن اللوجيك. المبرمج كل دماغه بتشتغل بشكل إنه يعمل لوجيك، إنه يحل مشاكل. ففكرة اللوجيك أو المنطق هي بتدور في ذهنه طول اليوم، فكل حاجة بيحاول يحط لها منطق، حاجة مرهقة قوي. لما بيزهق من البرمجة ويعيش كده زي الناس العاديين بيحاول يحط لوجيك لكل حاجة عادية، وانتوا عارفين طبعا الواقع ما فيهوش أي منطق، فبيتعب طول الوقت. كل التحية لكل المبرمجين اللي نعرفهم اللي حقيقي بيعملوا شغل عالي.